دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة إلى وجوب إلى القطاع التربوي وتحديدا المدرسة الرسمية الاهتمام اللازم لا سيما في ظل الظروف المعيشية، وجدد المطالبة بوجوب التعاون والشراكة بين القطاعين التعليميين العام والخاص من أجل إعادة النهوض بالتعليم في لبنان. كلام علامة جاء خلال رعايته حفل تخريج طلاب مدرسة فونيكس انترناشونال سكول بحضور الهيئتين الإدارية والتعليمية وأولياء الأمور للطلاب الخريجين. علامة أثنى على الجهود التي تبذل من قبل بعض المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة من أجل الحفاظ على المستوى الذي يليق بجهود التلامذة، معتبرا أن الحوار هو العنوان الأساسي لحل حالة أزمة رئاسة الجمهورية وعودة انطلاق عجلة المؤسسات. وقد أتت الأزمة المالية والاقتصادية لتؤكد ما كنا نطالب به بضرورة وجود قطاع تربوي رسمي مدعوم وفعال ومتطور يستوعب التلامذة مع تدني قدرة الأهل على مواكبة التعليم في القطاع الخاص وليستطيع الصمود أمام الأزمة، إلا أنه وللأسف ازداد الانهيار في هذا القطاع سواء على مستوى الوسائل التربوية أو لجهة المباني وحاجاتها للصيانة والترميم. وتم توزيع الشهادات على الطلاب وأخذ الصور التذكارية.